وراء مكتبة البذور البلدية هي إنه نبحث عن البذور المهددة بالانقراض ونحاول إنه نعيد إحيائها اللي ترجع هاي الخضروات أو الفواكه اللي إحنا هلا بنعتبرها إشي من الماضي ترجع هي مش ترجع جزء من ثقافتنا اليومية وهي ثقافة زراعية بيولوجية وطبعا اجتماعية. الدي إن إيه تبع هاي البذور يحتوي على حضارتنا طقوسنا إيش منسوي إيش كنا نطبخ من واجبنا وهي كمان فرصة لإلنا في العالم إنه إحنا نعيد إحياء هذا القمح إنه إحنا نعيد زراعته وإنه إحنا نرجع نحطه في الخبز اللي بناكله كل يوم. إحنا أمام فرصة ذهبية في فلسطين بغض النظر عن كل التحديات اللي نواجهها واللي هي إنه إحنا عنا تنوع حيوي مهم جداً وعنا محاصيل مهمة جداً مهددة بالانقراض وإحنا منحب إنه نعيد إحيائها ونرجعها على طاولة المطبخ وهي ترجع تكون جزء من حياتنا. بس طبعاً إحنا منحتاج إنه هي ترجع لحياتنا بطريقة إنها تكون إلها جدوى اقتصادية للمزارعين وإلها برضو عائد جيد على صحة وحياة المجتمع المحلي. إنه ننتج نقرشات من الأصناف البلدية فمثلاً إنه نعمل تشيبس من البامية البلدية نعمل أصناف زي هيك اللي هي ممكن يكون إلها سوق محلي قوي بس كمان ممكن يكون إلها سوق في التصدير قوي جداً. أكيد إحنا بنحتاج لحد يساعدنا في كيف نفكر في البيزنس موديل تبعتنا كيف إنه نخلق بيزنس موديل اللي تكون إلها جدوى اقتصادية جيدة للمزارعين وإلنا طبعاً.